وإذا تحدثنا عن المرأة والقطاع النسائي فهناك الكثير للحديث عنه، فسيدنا كان دائما داعما للمرأة، يقف إلى جنبها، يطلب منها أن تكون صاحبة قرار، صانعة قرار، كتب التكليف السامي، الخطابات، خطابات العرش والأوراق النقاشية، دائما كانت تحث المرأة على العمل وعلى المضي وعلى القدرة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. حتى نتحدث عن ذلك وباستفاضة، يسعدنا جدا أن تكون معنا هذا الصباح الدكتورة ميسون العتوم، عضو مجلس الأعيان ومديرة سابقة لمركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير وسيد البلاد بألف خير. دكتورة، يعني دائما يركز جلالة الملك على دور المرأة وقالها مرة: لا تهابن، تقدمن إلى الأمام. التقدم للمرأة كان بشكل واسع من خلال دعم جلالة الملك. اليوم وين أو أين وصلت المرأة الأردنية تحديدا؟ ونركز أيضا على دورها بالعملية السياسية والحزبية. تفضلي. يعني الاهتمام حقيقة جاء منذ تأسيس الإمارة، يعني كان من أكبر اهتمامات جلالة الملك والهاشميين بشكل عام هو صناعة نموذج للدولة الحديثة. ومن أسس أي دولة حديثة هي مفهوم المواطنة، ومفهوم المواطنة لا يمكن أن يقوم على الرجال فقط. مفهوم المواطنة يقوم على الرجال والنساء، على البيض والسود، على الطوائف المختلفة، على الإثنيات المختلفة، يشمل الطبقات المختلفة في المجتمع. وبالتالي كان جلالة الملك يعني منذ البداية يعني مستمر بهذه المسيرة، والرؤية لديه واضحة من حيث مشروع التحديث والمضي قدما بهذا المشروع، بل والتطوير عليه بطريقة تتلائم مع خصوصية الثقافة في الأردن. وربما يعني حققت النساء أكثر مما كان متوقع منها، يعني نحن الآن أمام إحصائيات تقول أن الإناث تتفوق على الذكور بكل مراحل التعليم منذ الابتدائي وحتى التعليم الجامعي العالي، وهذا إنجاز يعني إذا ما قيس ربما دول أخرى في الوطن العربي. نجد أن الأردن تفوقت على الدول الجوار في هذا المجال. صحيح دكتورة، الحقيقة التشريع والقوانين موضوع مهم جدا. الدستور واضح، تحدثتي عن المواطنة، والدستور يقول الجميع متساويين في الحقوق والواجبات. وبالتالي في الفترة الأخيرة شفنا مشاريع قوانين كثيرة تم طرحها وإدراجها على مجلس النواب وعلى أيضا طبعا للأعيان انتقلت وتم بالفعل الموافقة عليها وبعضها تمت دراستها. اليوم إذا نتحدث عن هذا الدور الكبير الذي يحاول جلالة الملك إعطائه أكثر، هذه المساحة الأكبر الذي يحاول إعطائها للمرأة مع تركيز جلالته على تمكين المرأة الريفية، كيف تشوفي الفرص المتاحة الآن أمامهم؟ أنا أجد أنها فرص واسعة، يعني الإرادة السياسية واضحة في هذا المسار، ومنظومة القوانين بالرغم مما يعتريها في بعض المواد من هنات أو إشكالات، إلا أنها تعتبر منظومة متقدمة جدا وحداثية جدا وتخدم يعني مفهوم المواطنة بشكل ممتاز. صحيح إحنا قلنا النساء تقدمت على الرجال في التعليم، ولكن يعني بقي أن نكتشف أن النساء غير ممكنات، يعني تعلمت النساء ولكن النساء لم تتمكن، وهذا هو تقريبا يعني الآن بيت القصيد. حتى المساهمة في سوق العمل لا زالت تركيز. نعم أسف. يعني تركيز المشروع التحديث الآن هو حول التمكين، وهو مفهوم متقدم عن مفهوم التنمية الذي كان يركز على يعني الجانب الاقتصادي وتمكين النساء اقتصاديا، والتمكين هو مفهوم شامل وواسع يشمل الثقافي ويشمل الاقتصادي ويشمل السياسي ويشمل الاجتماعي، يعني وكل مناحي الحياة. وبالتالي يعني هذا المفهوم هو الذي نجد الآن أن يعني كل الإرادة وكل القوانين وكل التسهيلات و
خلينا نقول النوايا يعني تتجه باتجاهه، وهو أنا باعتقادي الاتجاه الصحيح. دكتورة، يعني حضرتك عضو مجلس أعيان وأيضا يعني كنت لفترة طويلة بمركز الدراسات المرأة تحديدا بالجامعة الأردنية، اليوم دور المرأة سياسيا كيف بتشوفيه؟ هل هو تقدم؟ هل هناك قوانين وتشريعات نافذة لهذه المرأة ولكن ما نشوفها مش مطبقة على أرض الواقع؟ ماذا ينقص حتى تكون مطبقة؟ واليوم دور المرأة بالأحزاب قديش كمان رح يخطو خطوات كبيرة بمجال الأحزاب والحياة الحزبية للمرأة تحديدا؟ يعني نحن كسوسيولوجيين دائما نقول ان يعني يجب ان لا ننظر الى الظاهره من زاويه واحده، يعني الاراده السياسيه واضحه والاراده السياسيه صادقه والاراده السياسيه قويه في تمكين النساء وتعليم النساء واخراج النساء من حيز الخاص الى العام، ولكن يجب ان ننظر الى العوامل الاخرى، يعني العوامل الثقافيه، العوامل التاريخيه، عوامل الشد العكسي، الخطابات المضاده، كل هذه الاوضاع الاقتصاديه، يعني هذا المخيال الاجتماعي الكامل هو الذي يجب أن ننظر من خلاله إلى الظاهرة لكي نفهمها، وبالتالي هذه النظرة الشاملة يجب أن تكون يعني هي الطريق في تشخيص الظاهرة ثم وضع الحلول والعلاجات. لكن أنا بالنسبة لي ودون يعني ما مش قضية مجاملة أو قضية يعني إظهار أن الدور السياسي مشرق أو جميل، ولكنه بالفعل أنا لا أجد المنظومة القانونية والمنظومة السياسية والإرادة السياسية مقصرة في هذا المجال. يعني الدور على المرأة اليوم والثقافة، ثقافة المجتمع، بأن تتحرر من هذه القيود الوهمية في بعض الأحيان. نعم، يعني ربما هي وهمية بمفهوم التاريخ، يعني هي تراثية بمفهوم التاريخ لكنها واقع، يعني تشكل واقعنا. نعم، يعني في عدة مناسبات شفنا لقاء جلالة الملكة رانيا بمجموعة من السيدات، وكانت دائما في كل مكان تذهب إليه بتشجع النساء وبتمكنهم وتنقل رسالة القائد وتحياته وسلاماته، ويعني كان يرفع معنوياتهم جدا. ويمكن دكتورة أنت كنت من المحظوظين أيضا اللي التقيتي بجلالة الملك وجلالة الملكة في لقاءات جمعت سيدات رائدات متمكنات في المجتمع الأردني. أعطينا هيك ردات الفعل، وماذا كان يدور في هذه اللقاءات؟ يعني صناعة القائدة لا يكون من الفراغ ولا يأتي من الصفر، صناعة القائدة يكون بتهيئة الظروف وبالتشجيع وبفتح المجال وفتح الطريق والدفع بالنساء إلى الأمام. يعني ربما قبل سنتين قمت بدراسة عن القائدات وما هي الاشتراطات الاجتماعية التي تصنع القائدة، كان المثال الرجل هو أو الأب الداعم، هو يعني من العوامل الهامة اللي تدعم وتصنع القائدات، لأن دائما نموذج الرجل في المجتمع هو النموذج الذي بطريقة أو بأخرى يعني احتكر معاني القوة ومعاني الرفعة ومعاني النبل ومعاني السياسة ومعاني الخارج ومعاني العام، وبالتالي كانت كل امرأة تطمح إلى أن تكون في العام هي تتمثل هذه الأدوار، وعادة ما كان يكون وراء هذه الأدوار دعم رجل، هذا الرجل هو أب أو أخ أو 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 زوج أو مثال، يعني ريفرنس، مثل أعلى، سيد البلاد هو مثل أعلى لكل السيدات، وهو يعني هذه الإرادة كانت دافع قوي جدا وكبير جدا للنساء ومنهم أنا شخصيا أن أتجرأ وأن لا أهاب وأن أكون سيدة في الفضاء العام. يعني لم نغادر الخاص، وهذا ليس تقليل من شأن الخاص وشأن الأمومة، الأمومة شأن مقدس وشأن جميل، ولكنه لا يختزل النساء،
النساء موجودات في الخاص كما الرجال موجودين في الخاص، ولكن أيضا النساء يجب أن يكن في العام، وهذا أساس مفهوم المواطنة طبعا، هو المشاركة الفعلية في إنتاج المعرفة وإنتاج الاقتصادي وإنتاج السياسة، يعني إنتاج الـ بسموها إدارة الحي أو صحيح. إدارة الحياة اليومية. والنساء ممكنات بما فيه الكفاية للقيام بهذا الدور. صحيح. كنا نتحدث عن تفوق النساء صحيح. ليس فقط بالانخراط طبعا، يعني كنسبة في التعليم، وإنما أيضا تفوق في التحصيل. وهذا يعني يعتبر نوع من الهدر إذا ما نحن غفلنا عن نصف المجتمع القادر الواعي الممكن الذي يعني صرفت عليه خلينا نحكي أموال طائلة وجهود كبيرة أن يذهب هكذا. هذا طيب. بسموه في علم الاجتماع هدر، يعني هدر للإنسان وهدر للطاقة وهدر للإنتاج. اليوم نشوف سيدات كافة المحافظات يقومن بتمكين أنفسهن بنفسهن من خلال المشاريع الريادية والمشاريع البيتية حتى نحرك عجلة الاقتصاد. وخلينا نكون واقعيين اليوم، كيف بده يكون في هناك دور للمرأة بشكل أكبر بتحريك عجلة الاقتصاد الأردني والمشاركة الفاعلة، مع أنه في هناك العديد من التشريعات والقوانين الناظمة اللي أصبحت نوعا ما مرنة، تحديدا بأن تكون المرأة بوظيفة بدها فترات طويلة خارج المنزل، أصبحت هذه القوانين مرنة أكثر حتى تساعدها بتواجدها خارج المنزل. أكيد طبعا، يمكن قلنا بالبداية أن الإرادة السياسية والقانون هذا شيء مهم جدا بدعم النساء، ولكن تبقى هنالك يعني بعض الحواجز لدى كثير من النساء، هنالك أعمال لا تقوم بها النساء، هنالك مجالات لا تقتحمها النساء، يعني هنالك مهن تخشى أن يعني تكون فيها النساء وغير ممكنة أو غير موجهة بالأساس النساء في هذا المجال. ويعني يجب أن لا نغفل أن إشكالية البطالة هي يعني طبعا. للنساء ويعاني منها الشباب ذكورا وإناثا، ولكن يعني ربما هذا الحاجز النفسي وهذا الحاجز الاجتماعي والثقافي يلعب دور ليس بالهين، يعني على خطر غير قليل في أن تقتحم النساء كل مناحي الحياة. يعني لساتنا بنحكي عن ميدان السياسة وعن الفضاء العام، هذا كان فضاء محتكرا وفضاء يعني كان لا يمكن الولوج إليه ولا حتى تخيل النساء في هذا الفضاء، ونحن الآن نرى النساء في البرلمان، ونرى النساء وزيرات، ونرى النساء قائدات في المؤسسات الاقتصادية المختلفة وفي المشاريع، مهندسات وطبيبات ناجحات وسفيرات. يعني هذا شيء أكيد مشرف، ولكنه أصبح واقعا يعني بعد أن كان ضربا من الخيال. صحيح. يعني الحمد لله، وهي دعوة لكل السيدات مثل ما يعني تفضل سيدي صاحب الجلالة وقال لا تهبنا وتقدمنا، وهي فرصة وخاصة إثبات أنفسهم في المجال السياسي والحزبي، يعني اللي نحن على أبواب تغيير وأصلاح كبير فيه. كل الشكر دكتورة، أسعدتينا. كل عام وانت بألف خير. وانت بخير وسيد البلاد بألف خير. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك.